بتاعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم بقى النهارده عن المحاضره بتاعه الانفنتوري. حد يعرف يعني ايه مقصود بكلمه الانفنتوري او اداره المخزون بشكل عام؟ حد عنده خلفيه بحاجه زي كده؟ بصراحة لا، طيب ماشي. هو دكتور، هو اللي أنا أعرفه إن هو لو عندي حاجة متخزنة وفي تكاليف مثلا في التخزين أو تكاليف في المواعيد، وإن أنا بطلب حاجة وبتاخد وقت قد إيه وكده يعني. تمام، برافو. طيب ان شاء الله النهارده هنديكم بس بريف كده عن القصه. الموضوع اصلا فعلا مهم جدا في سوق العمل بره، وناس كتير منكم بيشتغلوا في المجال بتاع قطع الغيار والحاجات دي، بتفرق معاهم كتير جدا بعض الحاجات الايتمز والتعريفات اللي بنتكلم عليها ان شاء الله. الموضوع بتاعنا ان شاء الله كده باختصار كده، المقصود بكلمه انفنتوري مانجمنت، اي شركه بشكل عام بيبقى عندها مخزن خاص بقطع الغيار بتاعتها، بحيث لو عندها اي اكويبمنت او معدات وماكينات عربيات ايا كان اللي عندها، ده في حاجه اسمها بريفنتيف مينتنس او الصيانه الوقائيه اللي بتتم ليها. الصيانات الوقائيه والحاجات دي كلها بتستلزم مثلا كل فتره معينه ان يغير قطعة معينة بقطعة جديدة عشان تستمر في أدائها بالأداء الأمثل زي ما بيقولوا يعني. وأحيانا بيحصل أعطال مفاجئة في المعدات بتاعتنا، فبالتالي القطعة الغيار لو مش متوفرة معنى كده إن الماكينة أو الإكويبمنت اللي بنتكلم عليها دي هتتنيها واقفة مش شغالة لفترة ما حد ما نوفر قطعة الغيار دي. توقف الماكينة في حد ذاتها دي كوست على المكان، فلوس، خصوصا مثلا لو بتكلم مثلا عربيات مثلا بتنقل مثلا موظفين، لو الاتوبيس مثلا اللي بينقل موظف مثلا ده حصل فيه مشكله وجزء معين عايز قطعه غيار معينه مش متوفره عنده، الاتوبيس هيتنقل عطلان واقف في نفس الوقت، يا اما يجيب عربيه بديله بتكلفه اضافيه، يا اما هيخلي الموظفين يجوا مثلا على المواصلات يدفع لهم بدل المواصلات وكلام من ده، ففي الاخر كوست عليه. ده لو كان بنتكلم عن عربيه. مثلا لو بنتكلم بقى على ماكينه انتاج بقى في حد ذاتها، الماكينه نفسها لو حصل فيه قطعه غيار مش متوفره الماكينه بتقف وخط الانتاج بالتالي بيقف وراها، وتكلفة توقف خط الإنتاج تكلفة عالية جدا جدا بالنسبة لنا. فعشان كده قال لك خلاص نحط مخزن بحيث لو في محتاجين أي قطع غيار يبقى سهل أشيل وأحط وأشتغل على طول، بحيث أقلل الوقت بتاع الإصلاح بالنسبة لي. لكن اكتشفوا حاجة مهمة جدا، المخزن ده بالنسبة لك قطع غيار دي بها برضه دي فلوس، أنت بتحط فلوس برضه مركونة عندك يمكن تحتاج لها ويمكن ما تحتاجلهاش. فبالتالي بقت برضه كوست عليك. وخصوصا ان تكلفه المخزون بقى فيه كذا كوست هنقول نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله خلال الكورس، بتاثر على التكلفه الكليه للمؤسسه اللي بنتكلم عليها. فقال خلاص نعمل حاجه اسمها اوبتمايز ما بين الاثنين، اشوف قطعه غيار معدلات استهلاكها ماشيه ازاي، وبناء عليها ابدا اوفر الكميات بتاعتها بالحجم المناسب ليها، بحيث في الاخر ما يبقاش عندي رواقد من قطع الغيار. لان احيانا اداره المخزون لو طلع ادارته بصريعه سيئه ممكن يكلف الشركه ملايين من الفلوس، واحيانا بيبقى عنده قطع غيار مركونه مثلا بقى لها عشرات السنوات عندهم في المخزن لم تستهلك، وممكن تبوظ نتيجه عدم استخدامها. ده كمان زي مثلا التايرز والكلام من ده، التاير مثلا ليه لايف عمر افتراضي ده مثلا ليه 3 سنوات، استخدمته ما استخدمتوش هو خلاص بعد 3 سنين بيكون باظ. فحاجات زي كده لو انت حاطط معدلات مش دقيقة بالنسبة للحسابات بتاعتك وكلام من ده، فبتكلف المكان بتاعتك تكاليف أكتر من اللازم وممكن تخسر المكان ده. طيب نبدأ نتكلم على إزاي بدأوا يفكروا في القصة بتاعت المخزون وإدارة المخزون والحاجات دي. لو في هناك بعض المودلز اللي ممكن يستخدموها بحيث يقدروا يتوفر معاهم فلوس فيما بعد. اول نموذج كانوا بيتكلموا عنه حاجه اسمها الايكونوميك اوردر كوانتيتي او الاي او كيو. دوت موديل هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر عشان بس نركز في حاجه معينه، عشان بس في كذا موديلز عندنا بس ناخد موديل واحد بس عشان يعني على سبيل المثال في الكلام اللي بنتكلم عليه. الموديل دوت
قبل ما نخش في تفاصيل المودلز بشكل عام لازم نعرف ايه هي التكاليف الخاصه بالمخزون بشكل عام. المخزون دوت عشان تجيبه في حاجه اسمها عندنا في تكلفتين اساسيتين، في حاجه اسمها تكلفه اعداد الاوردر نفسه اسمه سيت اب كوست، وفي تكلفه تخزين المنتج من الهولدنج كوست نفسه. ايه الفرق بين الاثنين؟ التكلفه بتاعه اعداد الاوردر بتاعك ده تقريبا شبه ثابته، لا تعتمد على حجم الاوردر بتاعك. بمعنى ايه؟ مثلا دلوقتي انت هتعمل تكلفه، مثلا هتطلع عندك مندوبين يروحوا يجيبوا عروض اسعار، هيعملوا اعلانات في الجرايد، هيعملوا مش عارف لجنه فحص، لجنه بت، مش عارف ايه، كل اللي جاندي كلها ليها مكافئات، ليها فلوس في النهايه. الحاجات دي سواء انت جبت قطعه غيار واحده سواء جبت 100 قطعه غيار مش هتفرق معاك حجم الكميه. عشان كده اسمها السيت اب كوست عباره عن قيمه ثابته لا تعتمد على حجم الاوردر، لكن قيمه لازم تدفع كل اوردر بتعمله لازم تدفع القيمه بتاعته نظره ليها. لو هتشحن مثلا حاجه مثلا من بره وكلام من ده، تكلفه الشحن بتاعت تحت الكونتينر مثلا قد كذا، كونتينر فاضي كونتينر مليان تدفع تكلفه الشحن بتاعه. التكلفه المناظره ليها هي التكلفه الخاصه بالاحتفاظ بالمخزون جوه المخزن بتاعك. زي ايه؟ انت عشان تحتفظ بالمخزون بتاعك عندك عايز مكان، المكان ده ممكن تكون ايجار، ممكن تكون تمليك بس في الاخر بس الفلوس بالنسبه لك هتصرف على المكان ده، عايز امين مخزن، عايز اناره، عايز تهويه، عايز معدات جوه عشان تشيل وتحط وكلام من ده، كل دي اسمها تكاليف تخزين المنتج داخل المخزن بتاعك. فعندنا نوعين من التكاليف، في عندنا حاجه اسمها سيت اب كوست، في عندنا حاجه اسمها الهولدنج كوست. هنتكلم برضو جوه بالتفصيل اكتر في الكلام دوت. بدأ ياخدوا الحاجات دي كلها وبدأ يظبطوا عليهم المودلز بتاعتنا. فاول مودل عندنا بنتكلم عليه هو الايكونوميك اوردر كوانتيتي، اول خالص او النوع دوت. النوع الثاني السيستم بيكون فيه برودكشن، بمعنى ايه؟ عندك خط انتاج، فانت بتجيب بتجيب الستوك بتاعك، وانت بتجيب الستوك بتدخله المخزن في نفس الوقت عمليه الانتاج شغاله، فبتجيبه وبتسحب منه في نفس الوقت. لكن الاوردر اللي فوق دوت لا، بيجيب المنتج او الاوردر نفسه يجي مره واحده كميه دفعه واحده بتخش على الستوك على المخزون على طول. هنشوف الكلام ده جوه في التمثيل بتاعه كرسم بياني. المودلز الثالثه بالنسبه لنا احيانا بيبقى في عندك اوفرز، بمعنى موجود يقول لك مثلا لو هتاخد مثلا القطعه دي مثلا ده سعرها مثلا 10 قروش، لو هتاخد منها مثلا 1000 قطعه هحسبها لك ب 8 قروش. فالمودل دوت ازاي نحسبه وازاي نشوفه؟ هل دوت بالنسبه لنا افكت اخد الكميه الكبيره بالديسكاونت ولا ملوش لازمه؟ في الاخر هيكلفني برضه نفس التكلفه في النهايه. الموديل الاول اللي احنا هنتكلم عليه وهركز عليه الكورس بتاعنا ان شاء الله بالنسبه للجزء بتاع الانفنتوري هو الايكونوميك اوردر كوانتيتي. في سؤال اسامبشن كده بتبقى موجوده على طول عشان بس ايه بيثبتها وبالنسبه له، بيقول لك في الموديل دوت حجم طلبات، حجم الطلب بتاعك انت بيبقى معروف، يعني بيفترض ان في حجم الطلب انت محتاج مثلا في السنه 100 قطعه من المنتج دوت او 1000 قطعه او 2000 قطعه، يعني عندك عارف الكميه اللي انت محتاج لها مثلا كل شهر، محتاج مثلا كل شهر من المنتج دوت محتاج منه مثلا بتصرف منه حوالي 100 قطعه في الشهر الواحد او في الاسبوع، فالديماند بتاعتك موجود ومعروف بالنسبه لك. تاني حاجه قيمته ثابته، مش ان الشهر دوت عايز 100، الشهر اللي بعديه عايز 50، اللي بعديه مش عارف 150، لا هو بيفترض القيمه معروفه وقيمتها ثابته، ومش هيبقى عندك سيفتي ستوك بالنسبه لك. هنشوف يعني ايه كلمه سيفتي ستوك بعد كده. طيب حاجه ثانيه عندنا حاجه اسمها ليد تايم. ايه كلمه مقصود بكلمه الليد تايم؟ الليد تايم دوت هو الوقت المستغرق من ساعه ما بتحط الاوردر بتاعك لحد ما تستلمه. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي هتبعت مثلا للوكيل يجيب لك الحاجات دي، من ساعه ما تبعت له امر الشراء لحد ما بيجيب لك الحاجات دي للمخزن دي اسمها وقت اسمه ليد تايم. انت مثلا بعت له الاوردر النهارده لكن الحاجه جات لك مثلا بعد اسبوع، يبقى الليد تايم بتاعك ايه؟ اسبوع. يعني تعمل حسابك لما جيت تطلب الاوردر بتاعك ان في اسبوع الحاجه لسه على ما تجيلك فيه، ده اسمه الليد تايم. يبقى الليد تايم بالنسبه لك معروف عباره عن ايه؟ الوقت المستغرق ما بين عمل الاوردر لحد ما بتستلم الاوردر بتاعك عندك في مخزنك، وده بيبقى معروف وثابت في نفس الوقت. تمام؟ وبيفترض مش حاجه اسمها باك اوردر، يعني ايه؟ لما تطلب طلبيه تيجي في الوقت بتاعها، مش تيجي لك مثلا متاخره. يعني الموديل دوت هو حاطط شويه اسامبشن عشان بناء عليها يبقى هيعمل حسابات عليها. يبقى اول حاجه الكميه اللي انت عايزها بتبقى كميه معروفه وكميه ثابته ما بتتغيرش مع الوقت. الليد تايم بالنسبه لك معروف وثابت ومش هيجي لك متاخر، هيجي لك في الوقت اللي انت محدده بالظبط. بيفترض برضو في الموديل دوت ان مش حاجه اسمها ديسكاونت موجوده عندك، يعني الكميه اللي اخدت 1000 زي اخدت 2000 زي اخدت 10، هو
القيمه بتاعته ثابته. السيت اب كوست او احيانا بيسموها بعض الريفرنس الاوردرنج كوست قيمته ثابته ومعروفه، يعني الاوردر لما هتعمله هيكلفك 10 قروش، سواء بقى تكاليف النقل بتاعته، سواء اللجان اللي هتتشكل، سواء الفحص، سواء اذا كان في اختبارات مش عارف ايه، قيمته ثابته ومعروفه عندك. كل الديماندز بتاعتك انت بالنسبه لك مفروض تكفيك كميه الفتره اللي انت بتتكلم عليها، يعني انت مثلا بيجي لك كويس كل شهر كميه معينه، يبقى في نهايه الشهر ما يحصلش عندك شورتج، يعني كنت تكون خلصت، لا لازم يكون عندك على الاقل في اخر الشهر يبقى الستوك بتاعك زيرو، ويطلع بعد كده يجي لك في نفس الوقت، وهتشوف الكلام ده على الرسمه اكثر توضيحا ان شاء الله. طيب ادي الشكل اللي بيمثل لي الايكونوميك اوردر كوانتيتي. محور اكس بالنسبه لي ده بيمثل التايم الوقت، ومحور واي بالنسبه لي بيمثل لي كميه المخزون جوه. بيفترض انت عندك في البدايه خالص عندك مخزون وليكن الكميه بتاعته كيو، ماشي كده، مع الوقت انت عمال تسحب المخزون فالستوك عمال يقل، بقى عندك ايه واخد شكل مثلث دوت، كل عمال كل الوقت يعدي وعمال تسحب عمال تسحب عمال تسحب لحد ما جيت عند نقطه معينه اسمها ري اوردر بوينت. ايه كلمه ري اوردر بوينت دي؟ ده اللي بيبقى فيه عنده مستوى المخزون اللي لازم اعمل الاوردر بتاعي، يعني مش هستنى لغايه الزيرو لان في عندي حاجه اسمها لي تايم في النص. يعني ايه لي تايم؟ زي ما قلنا قبل كده في وقت بيستغرق من ساعه ما بتطلب الاوردر بتاعك لحد ما بتستلمه، فلازم معانا كده ده يبقى مناظر ليه كميه معينه في الستوك بتاعك. لما توصل لحجم المخزون عندك عند ليفل معين هي اسمها ري اوردر بوينت، بتعمل الاوردر بتاعك. تمام؟ يبدا بعد كده خلاص انت عملت الاوردر، وصلت للليفل دوت فعملت الاوردر عندك هنا. طبعا الاوردر لسه ما جاش، الستوك عمال يقل 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 لحد ما وصل للزيرو في فتره معينه. في نهايه الزيرو ده هو ده الوقت اللي جالك الاوردر الجديد، في نهايه الليد تايم بتاعتك كده يطلع الاوردر مره ثانيه، يطلع عندك الاستوك يرجع مره ثانيه ايه للكيو بتاعتك اللي كانت موجوده في الاول خالص، ويبدا بعد كده السايكل مره ثانيه. الوقت يعدي والاستوك عمال يقل عمال يقل لحد ما توصل للنقطه بتاعت الري اوردر بوينت، تعمل اوردر جديد وتقعد تنتظر شويه على ما يجي لك الاوردر بتاعك. في الفتره دي بيقعد الاستوك ينزل لحد ما يوصل للزيرو، يطلع مره ثانيه الكميه الكيو اللي انت جبتها مره ثانيه. يبقى ده كده الشكل الدياجرام بتاعي او الشكل اللي قدامي ده اللي بيمثل لي شكل الانفنتوري بشكل عام، وهنطبقه ازاي بعد كده على الايكونوميك اوردر كوانتيتي عن طريق بعض الايكويشن والمعادلات بعد كده بالتفصيل. لحد كده الدنيا واضحه معاكم ولا في حاجه عايزه توضيح؟ لا تمام يا دكتور. في ناس بس تمام عايزه تخش المحاضره بس محتاج تراك تقبل. طب ثانيه واحده كده. معلش نسيتها. ماشي خلاص، هو عامة كده انا دخلتهم خلاص. اوكي تمام. طيب نبدا نحط الشكل بتاع الكوست بقى. انا في الاخر كل هدف الكوست عايز اقلل التكاليف بتاعتي، ابدا اشوف بقى ايه التكاليف وايه كل قيمه مصدر ليها شكلها عامل ازاي. التوتال كوست عندي احنا قلنا عندنا هنا في نوعين من التكاليف، في تكاليف اسمها الاوردر كوست او سيت اب كوست، تكلفه الاعداد بتاع الكوست عندي، وطبعا انا بحسبها بالير انيوال عشان ايه بيقارنها كسنويا يعني. فعندنا نوعين من التكاليف، اول تكاليف عندنا حاجه اسمها الاوردر كوست او سيت اب كوست، يعني لما اقول لك سيت اب كوست هي الاوردر كوست، هو بس ايه بيختلف من ريفرنس لاخر. يبقى تكلفه الاوردر هي تكلفه السيت اب او الاعداد بتاعه هي. تمام؟ يلاحظ ايه بقى؟ ان كل الكميه ما بتزيد كل ما كميه الاوردر كوانتيتي بتاعتي الاوردر كوست بالنسبه لي عماله تقل. ليه بقى؟ انت سي مثلا دلوقتي جايب 1000 قطعه، احنا قلنا الاوردر كوست قيمته ثابته ما بتتغيرش معايا، يعني اللي بتعمله اللي هتعمله في الاوردر جايب 10 قطع هو نفس التكلفه بالنسبه ل 100 قطعه. فكل ما عندك الكميه بتزيد فكل الكميه عندك كل قطعه بتشيل جزء من تكلفه الاوردر كوست بتاعتك دي. فده يقول لك ايه؟ كل ما الكميه زادت كل ما قيمه الاوردر كوست بتاعتي عماله تقل معايا بالشكل اللي قدامي دوت. طيب القيمه المناظره دي الثانيه حاجه اسمها الهولدنج كوست، كميه تكلفه الاحتفاظ بالمنتج جوه المخزن بتاعي. الاقي كل ما الكميه زادت كل ما التكلفه عماله تزيد، فطبعا محتاج ايه بقى؟ عايز طبعا مكان اكبر، عايز عماله اكتر، عايز اناره اكتر، عايز هتلاقي متطلبات اكتر، عايز معدات اكتر بالنسبه لك عشان تعرف تتعامل معاها. فكل ما الكميه ما بتزيد معاك كل ما الهولدنج كوست عندك بتزيد معاك. فانت دورك تعمل ايه بقى؟ تعمل اوبتمايز ما بين الاثنين، تجيب التوتال كوست ما بين الاثنين وهتلاقي عمال واخد الشكل عمال يقل 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 لحد ما يوصل لليفل معين يبدا يزيد مره ثانيه. النقطه دي اللي عندها الايكونوميك اوردر كوانتيتي، دي النقطه اللي احنا بندور عليها عشان نحسب الكميه المطلوبه في كل اوردر قد ايه. يبقى انا كل اوردر ما اعمله هطلب الكميه بتاعت الاي او كي ودي بالنسبه لي. واضحه كده الشكل؟ لان احنا ممكن اقول لك ارسم لي الشكل واشرحه لي. واضحه كده ولا عيد فيها تاني؟
يا شباب واضحة ولا نكمل؟ ممكن تاني يا دكتور؟ طيب احنا قلنا تكاليف التخزين عندنا في نوعين من التكاليف اساسيين، هو في اكتر من نوع بس احنا بنتكلم بس عشان بس ايه من الموضوع ما يكبرش مننا. عندنا نوعين اساسيين من التكاليف، ايه هما؟ اول تكلفه تكلفه الاوردر نفسه انك بتعمله. يعني ايه تكلفه الاوردر؟ زي ما قلنا قبل كده في عندك عشان تعمل اوردر تشتري الحاجه بتاعتك وتديها لحد المخزن، دي التكلفه اسمها الاوردرنج كوست. بتعمل مثلا اعلان في الجرايد مثلا او على النت، او بتعمل مندوب مشتريات بينزل يعمل لك يجيب عروض اسعار، ليه انتقالات، الحاجات هتجي لك هناك بانتقالات بتكلفه، لو هجيبها من بره هيبقى في تكلفه شحن. دي اسمها تكلفه الاوردرنج كوست، تكلفه اعداد الكورس الكوست نفسها بتاعه الاوردر نفسه. ودي الكوست دي بتقل كل ما الكميه اللي انت طالبها اكتر بتزيد معاك، لان بتاعت ايه بتتوزع على الكميات الموجوده. هتلاقي عندك تكلفه الاوردرنج كوست او السيت اب كوست، زي ما قلت الاثنين نفس المسمى، الاوردرنج كوست والسيت اب كوست، هي بتقل بزياده الكميه. يبقى عندك هنا محور اكس بالنسبه لي هي عباره عن الكميه اللي هتطلبها، وعندك هنا المحور واي بالنسبه لي هو التكلفه المناظره ليها. فكل ما الكميه زادت كل ما كميه الاوردرنج كوست عندي عماله تقل، لان بتوزع على الوحدات بتاعتك، من الاخر بتقسمها على عدد الوحدات اللي انت اشتريها او هتجيبها. يبقى دي اول كوست. الكوست الثانيه المناظره ان الحاجات دي في الاخر هتحطها في المخزن، اسمها الهولدنج كوست او الكارين كوست حسب برضو بعض الريفرنس بيسموها كده. الهولدنج كوست دي تكلفه اللي بتدفعها نتيجه وجود المنتج جوه المخزن بتاعك. في عندك عماله المخزن مش هيبقى في مكان بارك نفسه او مكان معين، المكان دوت مثلا عايز اناره معينه، عايز موظفين معينين، عايز سيكيورتي، عايز كاميرات مراقبه، عايز مش عارف دفاتر، عايز بعض الاكويبمنت عشان تشيل وتحط وكلام من ده، ماشي كده؟ فكل ما حجم المخزون جوه المخزن بيزيد كل ما التكلفة تخزينه بتزيد. فالتكلفة المناظرة ليها الهولدنج كوست عمالة تزيد بزيادة الكمية. احنا دورنا نعمل ايه؟ اوبتمايز ما بين الاثنين، واحد عمال يقل وواحد عمال يزيد عكس بعض هما الاثنين. انا عايز اوصل للنقطة اللي عندها المينيمم توتال كوست. فتوتال كوست يعني بجمع الاثنين مع بعض، فعمال اجمعهم مع بعض ويطلع بالشكل اللي قدامي دوت كده، وتلاقي التكلفه عماله كتوتال كوست عماله تقل لحد ما توصل لليفل معين تبدا مره تانية تزيد معاك. احنا دورنا بقى ان احنا ازاي نحدد النقطه اللي عندها المينيمم توتال كوست اللي بتحقق لك الايكونوميك اوردر كوانتيتي بتاعتك. واضحه كده يا شباب؟ تمام كده يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. نبدا بقى نشوف كل كوست والتكلفه المناظره ليها ماشيه ازاي. اول كوست عندنا بالنسبه لنا هي حاجه اسمها الانيوال هولدنج كوست. انيوال دي قلنا دي سنوي، هنسيبك موضوع انيوال دلوقتي، خلينا هولدنج كوست. بتتحسب ازاي؟ لو رجعنا للشكل اللي ورا ده شويه عشان بس ايه نتخيل الشكل دوت كده. هنا الكميه عماله تقل بمرور الوقت، اوكي؟ تكلفه تخزين المنتج الواحده مثلا قيمتها اتش، يبقى الهولدنج الاتش دي عباره عن تكلفه المنتج بس، كميه للمنتج الواحد بس، لليونتس الواحده، اوكي؟ يبقى متوسط تكلفه المنتج عندك هنا اتش، هنا كانت هنا اعلى ما يمكن، هنا بقت زيرو. يبقى عندك في النص هنا الافرج بتاعنا عباره عن كيو على 2. يبقى عندي هنا الهولدنج كوست هي متوسط الاستوك عندي في المخزن عباره عن كيو على 2، في الاتش عباره عن تكلفه تخزين المنتج الواحد بس. اوكي؟ طيب الحاجه المناظره الثانيه يبقى تكلفه حاجه اسمها سيت اب كوست او الاوردرنج كوست زي ما قلت. ايه هي بقى؟ انت في السنه مثلا سي محتاج في السنه مثلا 100,000 قطعه، لكن انت بتجيب مثلا في الاوردر بتاعك مثلا 1000 قطعه بس، يبقى كل اوردر بتعمله 1000، يبقى عدد الاوردرات بتاعتك عباره عن ايه؟ الكميه اللي انت محتاجها في السنه كلها على الكميه اللي بيجيبها كل اوردر قد ايه؟ يبقى عندك ال 100,000 على ال 1000 اللي بيجيبها كل اوردر، يبقى عندك في كام؟ في 100. في تكلفه الاوردر الواحد، يبقى عندك هنا السيت اب كوست او الاوردرنج كوست عباره عن عدد الاوردرات في السنه في تكلفه الاوردر الواحد بس. يبقى التوتال كوست ببساطه عباره عن هجمع الاثنين مع بعض، يبقى عباره عن عدد الاوردرات في سيت اب كوست بالنسبه لي، دي عباره عن السيت اب كوست في السنه، زائد متوسط تكلفه المتوسط المخزون عندي في تكلفه المخزون للقطعه الواحده، يبقى دي عباره عن الهولدنج كوست. يبقى هنا جمعت الاثنين جبت التوتال كوست بتاعي. يبقى الرموز عندي هنا الدي بتمثل لي الانيوال ديماند، الاس بتمثل لي الاوردر سيت اب كوست بالاوردر، الاوردر الواحد بكلفك قد ايه تكلفه، الاتش بتمثل لك الهولدنج كوست بير يونت بير يير. خلي بالكم اليونتس دي عشان مهمه جدا، يعني مثلا اقول لك ايه عشان بس الناس تركز معايا في الحته الصغيره دي عشان دي اللي بعمل فيها التريكات شويه. اقول لك مثلا احنا محتاجين احتياجك الشهري، احتياجك الشهري مثلا 10,000 قطعه، اوكي؟ تكلفه
التخزين في اليوم 2 جنيه مثلا، لما تيجي تستخدم لازم يكونوا التو يونتس زي بعض، يبقى الدي هي شهر، يبقى الاتش للاش للشهر برضه، لان هم دول اللي بيلعبوا مع بعض فيها ايه، فيهم وحده تايم. لكن الاس كده مش فارقه معايا، الدي لازم يكون اليونتس بتاعتها بير مانس بير يير بير داي، مش ايا كان مش فارقه، اهم حاجه الاتش المناظره ليها تبقى نفس اليونتس بتاعتها، بير داي برضه او بير مانس او بير يير ايا كان حسب اليونتس المستخدمه ازاي. يبقى اليونتس بتاعت الدي لازم تكون نفس لكل فتره معينه، هي نفس الفتره دي للاتش. هنبين برضو في المثال ما احنا بنحل مع بعض ان شاء الله. يبقى طيب عشان اقدر كده، دي خلاص ده توتال كوست، عشان اقدر احدد النقطه اللي عندها المينيمم كوست بعمل ايه؟ اولا انا جمعت الاثنين دول، هفاضل المعادله ديت وسواها بالزيرو، واطلع في الاخر من النهايه دي خالص ان الايكونوميك اوردر كوانتيتي اللي انا محتاج لها دي بتساوي الجذر التربيعي. حد بيسال دكتور لو سمحت، في ناس لسه بره. ماشي اوكي خلاص ماشي كده، هم كانوا ثلاثه ودخلوا دلوقتي. ماشي نكمل. يبقى عندي هنا عشان اقدر احدد النقطه اللي فيها المينيمم كوست، ادي المعادله بتاعه التوتال كوست عندي، بفضلها واسويها بالزيرو واطلع قيمه الايكونوميك اوردر كوانتي بتاعتها، تطلع الايكونوميك اوردر كوانتي في النهايه خالص بتساوي الجذر التربيعي ل 2 دي اس على اتش. ودي معادله لازم تحفظ لان هي دي بتحاول تحلها على طول، مش طالب منك تثبتها لي لكن تبقى عارفها عشان تحل بيها المساله. واضح كده يا جماعه؟ كده نخش بعد كده على مثال تطبيقي بقى كده، بس قبل نخش مثلا هنا ايه، بيديك شويه تعريفات مهمه لازم تبقى انت عارفها بعد كده عندك في الكورس ده او الجزء دوت. ايه هو الري اوردر بوينت؟ زي ما قلنا قبل كده، قلنا الاستوك عندنا في المخزن بيقل بمرور الوقت، انك عمال بتسحب منه كل شويه، تسحب، فالاستوك عمال ايه، يقل معاك لحد ما الاستوك يوصل لليفل معين، يبقى ده المستوى المخزون اللي عنده بيعمل فيه ايه الاوردر بتاعه. يبقى دوت لما توصل الري اوردر بوينت يبقى هو ده المستوى بتاع المخزون اللي عندها، بعمل اوردر جديد للمخزن بتاعي. يبقى لما المستوى بتاعي يوصل لليفل معين ماشي كده، بعمل اوردر جديد. يبقى الري اوردر بوينت هي المستوى بتاع المخزون اللي الذي يجب عمل اوردر جديد للستوك بتاعي. طيب لو انت عندك هنا الار دي وليكن دي الري اوردر بوينت، دي بنحسبها ازاي؟ لو انت عندك هنا معدل الطلب بتاعك اليومي، سي مثلا محتاج في اليوم مثلا محتاج اربع قطع، تمام؟ والال دي عباره عن الليد تايم اللي انت مثلا ايه عشان تعمل اوردر وتستلمه، اسم الليد تايم الوقت المشترك ما بين عمل الاوردر واستلامه، سي مثلا اربع ايام. لو عملت الاوردر النهارده الحاجه اللي انت طلبتها تجي لك بعد اربع ايام، يبقى المعدل اليومي بتاعك في الاربع ايام يديك الستوك بتاعه الري اوردر بوينت اللي انت بطالبه. يبقى الري اوردر بوينت بتساوي المعدل الاستهلاك اليومي في الليد تايم بالايام برضه. ماشي؟ ناخد بقى مثال كده يوضح لنا اللي احنا بنتكلم عليه ده كله، ونشوف الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي. في عندنا منتج الاحتياج بتاعه السنوي 60,000 قطعه. منتج معين ما او قطعه غيار معينه بنستهلكها بمعدل 60,000 قطعه في السنه. مديك تكلفه الاوردر نفسه بيكلفك $25 في الاوردر الواحد، يعني كل اوردر هتعمله تدفع $25. طيب وايه تاني؟ بيقول لك تكلفه احتفاظ المنتج دوت داخل المخزن في السنه الواحده بيكلفك $3. خلي بالك من اليونتس اللي بنتكلم عليها فوق انيوال، والهولدنج برضو انيوال، الاثنين كده ماشيين مع بعض. لو اديتك تحت مثلا بير $3 بير مانس يبقى هتضرب فيه 12 عشان تبقى برضو انيوال وانيوال. واضحه يا جماعه كده؟ بيقول لك عدد ايام الشغل بالنسبه للشركه بتاعتك دي بتشتغل 240 يوم في السنه. يعني عندك اول حاجه عندك مديك الاحتياج السنوي، عندك مديك الاوردرنج كوست او سيت اب كوست، مديك الهولدنج كوست، مديك ايام التشغيل بتاعت الشركه دي في السنه دي. طالب منك تحدد له الايكونوميك اوردر كوانتيتي، وبعد كده تحسب لي التوتال كوست المناظره للايكونوميك اوردر كوانتيتي. التوتال كوست زي ما قلنا زي ايه، خلاص حددنا الكميه، بعوض في المعادله بتاعت التوتال كوست اشيل كميه الكيو واحطها اي او كيو القيمه بتاعتها، تعويض مباشر اطلع قيمه التوتال كوست المناظره ليها. مطلوب منك كمان تحدد لي عدد الاوردر اللي هتعملها في السنه، محتاج كام اوردر في السنه؟ 1 2 3 10. طيب الوقت ما بين كل اوردر والتاني، يعني مثلا دلوقتي انت عملت اوردر النهارده، عشان تعمل اوردر تاني تعمله بعد قد ايه؟
برضو الحاجات دي هنشوفها ازاي. طيب لو عندك الري اوردر بوينت عندك هنا الليد تايم لو كان 3 ايام يبقى عندك الري اوردر بوينت هيبقى قيمته كام، ولو كان 5 ايام يبقى عندك الري اوردر بوينت هيبقى كام. هنشوف الكلام ده مع بعض كده واحده واحده ستيب باي ستيب كده في حل المساله بتاعتنا ان شاء الله. اول مطلوب كان طالب ايه؟ الايكونوميك اوردر كوانتيتي. الايكويشن بتاعتنا ثابته، الجذر التربيعي 2 في الدي في الاس على الاتش. الدي قلنا عباره عن ايه؟ ده الديماند بتاعك بير يير، اوكي. الاس تكلفه سيت اب كوست عندك لكل اوردر $25 على الهولدنج كوست بتاعت القطعه الواحده في السنه $3. تحط الكلام ده كله تحت الجذر وتضربه وتقسم وتخلص كله وتطلع لك في الاخر الايكونوميك اوردر كوانتيتي عباره عن 1000 يونتس. 1000 يونتس يعني لما تيجي تعمل اوردر هتطلب 1000 وحده مع بعض. اكتر من كده تكلفتك هتزيد، اقل من كده تكلفتك هتزيد. طيب الحاجه الثانيه خلاص انا حددت الايكونوميك اوردر كوانتيتي خلاص كده، يبقى انا اول مطلوب بالنسبه لي قدرت احدده واطلع قيمته كام. المطلوب الثاني مطلوب منك تحدد التوتال كوست اكوردنج للايكونوميك اوردر كوانتيتي اللي انت حددتها دي. بنحط الايكويشنز بتاعتنا عادي خالص، التوتال كوست بتساوي الكيو على 2 على اساس متوسط المخزون في المخزن في تكلفه المخزون الواحد اللي عباره عن الاتش بلس عدد الاوردرز اللي بتطلبها في السنه عباره عن الدي الاحتياج السنوي على الايكونوميك اوردر كوانتيتي مضروبه في تكلفه الاوردر الواحد عباره عن الاس، تعويض مباشر بالقيم اللي موجوده عندي من الايكويشن والمعادلات اللي مديها لي في المساله ومن الداتا اللي مديها لي. الايكونوميك اوردر طلعناها ب 1000 بتنزل 1000 على 2 في الاتش هو مديها لي كايجيفن ديت عباره عن $3 بلس ال 60000 بتاعه الديماند بتاعتنا على ال 1000 قطعه بتاعت الايكونوميك اوردر كوانتيتي في $25 تكلفه الاوردر الواحد، يطلع في الاخر التوتال كوست اكوردنج للايكونوميك اوردر كوانتيتي بتساوي $3000. طيب انا عايز اعرف دلوقتي انت هتعمل كام اوردر في السنه؟ بسيطه جدا نفس الكلام، انت محتاج في السنه كام دي كميه؟ يبقى الانوال ديماند بتاعتك، وانت في كل مره هتطلب كام؟ لما اقسم الاثنين على بعض يطلع لك كام اوردر هيطلع معاك. يبقى عندك ال 60000 اللي انت محتاج لهم في السنه على الايكونوميك اوردر كوانتيتي اللي هتطلب كل اوردر هتطلب 1000 قطعه، معنى كده انت محتاج تعمل 60 اوردر في السنه. تمام؟ طيب عايزين نعرف الوقت ما بين كل اوردر والتاني، برضو سهله جدا. نعملها ازاي؟ بنشوف الشركه شغاله كام يوم في السنه على اساس هنتكلم بقى بالايام بالنسبه لنا كده، على العدد الاوردرز اللي انت عاملها. انت عاملها تعمل مثلا سي زي ما حصل مثلا 60 مره. الشركه دي بتشتغل 240 يوم. فال 240 يوم لما تقسمه على 60 مره عدد الاوردرز بتاعتك يطلع لك ان كم الاوردر بيتم كل قد ايه؟ يطلع لك هنا كده الاوردر بيتم كل 4 ايام، يعني كل 4 ايام تطلب 1000 قطعه، كل 4 ايام تطلب 1000 قطعه وهكذا. تمام كده يا شباب؟ واضحه ولا في حد عنده مشكله؟ لا واضح يا دكتور واضح. تمام. نكمل اخر جزء كده. طيب احنا خلاص طلعنا الليد تايم بالنسبه لنا اربع ايه؟ اربع ايام الخطوه اللي فاتت دي. هو دلوقتي بيسالك سؤال بيقول لك لو انت عندك الليد تايم سوري بتعمل الاوردر كل اربع ايام، لو عندك الليد تايم بتاعتك كل ثلاث ايام يبقى المفروض الري اوردر بوينت عندك يبقى انت قد ايه بالظبط او قيمتها كام؟ في عندنا هنا حالتين. لو الليد تايم الوقت اللي هتطلب فيه المنتج بتاعك ويجي لك بعد قد ايه اكتر من الوقت اللي انت بتطلب ما بين الاوردر والتاني او اقل، دي كيس ودي كيس. اول كيس عندنا خالص ان الليد تايم اقل من الزمن بين كل اوردر والتاني، يعني عندنا اصلا الزمن بين كل اوردر والتاني اربع ايام اللي طلعناه من الخطوه اللي قبل كده. فعندك الليد تايم عندك هنا ثلاث ايام، يبقى الري اوردر بوينت في الحاله دي بتساوي الديلي ديماند الاحتياج اليومي بالنسبه لك في الليد تايم بالنسبه لك الثلاث ايام دول. طب الديلي ديماند احسبه ازاي؟ بشوف عندي انا احتياج السنوي قد ايه على عدد ايام الشغل بتاعي في السنه كام يوم. يبقى عندي هنا 60000 قطعه اللي بستخدمهم في السنه كلها على ال 240 يوم الشغل بتاعي، يبقى عندي انا محتاج في اليوم الواحد 250 قطعه في اليوم. يبقى الري اوردر بوينت في الحاله دي عباره عن 250 قطعه في 3 يبقى بتساوي كام؟ 750. يبقى عندك السوق بتاعك اول ما يوصل ل 750 لازم اعمل اوردر جديد. تمام كده؟ طيب الكيس الثانيه بقى لو الليد تايم اصلا كان اكبر من التايم بين كل اوردر والتاني، يعني انت دلوقتي عندك انت عندك سي مثلا السوق عندك 1000 دلوقتي، احنا قلنا اصلا الاحتياج اليومي 250 في خمس ايام عباره عن 1250. طب انت بتعمل في الاوردر اصلا 1000،
يعني تحطه في الاوردر 1000. في الحلقه دي هتعمل ايه؟ الستارت بتاعتك هتعمل تو اوردر مع بعض، يعني هيبقى عندك في الستارت عندك 1000، لا في البدايه خالص يبقى عندك 2000 في البدايه خالص، يعني اول شغلك تطلب 2000 قطعه، ولما الاستوك بتاعك يوصل للري اوردر بقى عندك هنا عباره عن ايه؟ 5 في 250 يبقى عباره عن 1250، يبقى عندك اول ما يوصل عند 1250 هتعمل عندك الري اوردر بتاعك بتجيب مره ثانيه. دي لو هتلخبطكوا هنشيلها دلوقتي مؤقتا، بس عشان بس ايه انا بس بوضحها لكم، عشان ايه احيانا بعض الكيسز اللي عندنا بيكون الليد تايم بالنسبه لنا اكبر شويه من التايم بين كل اوردر والتاني، لو الكيس زي كده نتصرف معاها ازاي ونتعامل معاها ازاي. في حد عنده اي حاجه عايز يصور عن حاجه معينه مثلا مش واضحه بتاع؟ تمام يا دكتور. تمام. انا كده تقريبا هو كنت بنزل لكم بالنسبه لاخر لاين، بس بالنسبه لاخر لاين ده يعني الاوردر بوينت على ال 1250 ولا 250؟ رقم اف يعني؟ الانسر بتاع اخر لاين خالص. بعد كده بص انا في الاخر بقول لك ايه، لو عندك فرضا ان الليد تايم 5 ايام والليد تايم اكبر من التايم بين الاوردرز نفسها، بيحسبها ازاي؟ الري اوردر بوينت في الحاله دي عباره عن الديلي ديماند الاحتياج اليومي في الليد تايم ناقص الايكونوميك اوردر كوانتيتي. اوكي؟ هيطبق تطبيقه بس اللي عنده هنا كده. يبقى عندك هنا ديلي عباره عن اني وان ديماند على النمبر اوف وركينج دايز بالنسبه لنا، هيطلع لك 250، يطبق في الايكويشن اللي فوق دي 250 في 5 ايام ناقص الايكونوميك اوردر كوانتيتي بالنسبه لنا يطلع 250. بس 250 دي مع وجود الايكونوميك، يعني مثلا ايه لو جيت في الايكويشن بتاعتك دي المفروض تروح الناحيه الطرف الثاني، يبقى عندك الري اوردر بوينت بلس ايكونوميك اوردر كوانتيتي المفروض يديك الديلي ديماند بالنسبه لنا هنا في الليد تايم. يعني هنحسبها كده، الري اوردر بوينت في الحاله دي هتساوي 250 وحده، بس في حاله وجود لازم يكون عندك اوردر كامل موجود قبل كده. لخبطت من انا عارف. هي غريبه شويه بصراحه، بس ماشي. اصل لو الانسر 250 بس يبقى مش مقنع، يعني مش لان انا بصرف كل يوم 250، انا ازاي؟ ما هو انت عندك اوردر احتياطي الايكونوميك، يعني انت عندك الستوك بتاعك فيه اوريدي ايكونوميك، عندك 1000 قطعه اساسا موجودين عندك اساسا في الستوك بلس ال 250 هتاخدهم دول كمان. تمام. يبقى عندك 1250 كده. لما عندك طبعا في البدايه طلبت خليكم على ثانيه واحده. طب انا بس بحمل وخلاص. يا شباب معلش انا اسف، احنا كنا نقول ايه؟ بالنسبه هنا في الحاله دي بيبقى عندك ستوك كامل بتاع اوردر كامل موجود عندك في الستوك بتاعك بلس ال 250 اللي فاضيين من الاوردر القديم بالنسبه لك. يبقى عندك الستوك عباره عن 1250. في الحاله دي بقى ايه؟ كل مره اول ما يوصل الستوك 1250 هتعمل اوردر من جديد. واضحه كده؟ تمام مفهوم. اوكي. في عندكم شيت كده ان شاء الله نازل على ال ام اس، هي نفس الافكار بتاعت المسائل ديت. عايزكم الاول تحلوها لي وتبعتها لي على ال ام اس، وانا بعد كده ان شاء الله نقعد نحلها مع بعض واعطيكم الموديل انسر بتاع المسائل ديت. بس مش هبعت الموديل انسر غير لما تبعتوا لي، عشان لو انا بعت الموديل انسر مش هستقبل اجابات. اللي هيبعت لي الاجابات بتاعته بعد انا هنزل لكم اساينمنت بحيث يبقى الناس تحل فيه. نفس الافكار، هي نفس الافكار دي بالظبط كده. ويبقى الاسبوع الجاي المحاضره هيبقى محاضره، وبعد كده نخش بعد كده على السكشن بعد كده على طول ان شاء الله. يبقى شرحنا وبنطبق، نشرح ونطبق. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ماشي اوكي، وبالتوفيق ان شاء الله تعالى باذن الله. ان شاء الله. ماشي اوكي، هو بس لسه في ناس لسه داخله دلوقتي، بس خلاص بقى لو انتوا حد بس يبلغهم باللي حصل، لان تقريبا خلاص ما فيش اصلا الزوم هيفصل معانا قدامه دقيقه بس ويفصل. تمام. فوضح لهم بقى اللي تم النهارده في خلال المحاضره بتاعتنا وايه المطلوب ان شاء الله. هعمل لكم الاساينمنت على ال ام اس، بحيث هتشوفوا نفس الحل او فكره الحل او خطوات الحل بتاعت المثال ماشيه ازاي، هي تقريبا نفس الافكار. هتطبقوها وبعد كده هنتناقش فيها ان شاء الله، وابعت لكم الموديل انسر بتاعتها. بس اللي هيبعت متاخر انا مش هبص عليه، عشان ما حدش يقول لي ايه انت قدامكم اسبوع دلوقتي، يقول لي النت كان فاصل، النت مش عارف ايه، قدامك اسبوع هتستنى لغايه الاخر، انت حر براحتك. ماشي يا شباب كده مع بعض كده، عشان ايه يبقى الدنيا ماشيه من الاول كده كويس، لان دايما في ناس
دايما بتحب تشتغل على الحركرك، وكلنا عارفين القصه دي. في حد كده عنده اي ملحوظه حاجه نتكلم فيها بتاع يعني نحل يا دكتور نحل ونستنى حضرتك تنزل بس الاسايمنت نرفع عنه. انا هنزل لكم الاسايمنت النهارده بحيث اللي يحل عايز يرفع من النهارده يرفع هو كده، بحيث بس لما هنزل انا الموديل انسر بتاع الشيت مش هستقبل اي اجابات تاني خلاص. تمام اوكي ماشي شكرا التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتور. وعليكم السلام.